لقطات مختلفة من البيت الأبيض إلى الكنائس إلى إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا السمراء وإلى الهند وإلى وإلى وإلى. ذكر إمام زماننا في كل الأصقاع، متى القدوم يا بقية الله؟ الجميع الجميع يريدون قدومك، إلا الذين في النجف. مراجع النجف وكربلاء سيقولون لك ارجع من حيث جئت، لا نريدك. الجميع يريدون قدومك إلا هؤلاء. أحاديث أهل البيت هي التي حدثتنا. إلى النجف، إلى النجف. ولا بد أن تعلموا من أن النجف نجفان. هناك النجف الأشرف، نجف علي، ورمزه في أرض الغري الحضرة العلوية، وهناك النجف الأغبر، النجف الأقذر، إنها حوزة الطوسي، ورمزها في أرض الغري مسجد الطوسي، إنه بيته، كان بيتا له، وأوصى أن يكون مسجدا من بعده بعد أن يدفن فيه، ودفن في هذا المكان. مسجد الطوسي مركز حوزة النجف، هذا هو النجف الأغبر. النجف الأشرف الحضرة العلوية، هذا رمزها. والنجف الأغبر، النجف الأقذر، مسجد الطوسي، حوزة الطوسي بضلالها وسفاهتها. ماذا يقول النجف الأغبر؟ النجف الأغبر هكذا يقول، يحدثنا ناطقه الرسمي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق. الوائلي يخبرنا ويحدثنا عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده. هذا هو النجف الأغبر، النجف الأقذر. هنا، من هنا يرتفع هذا الصوت القذر، صوت الوائل من النجف الأغبر وليس من النجف الأشرف. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة. الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها. ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الأطلسي يعني؟ ما هالقد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ما لا شرط. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها، لا، ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمها المعنى. هذا هو منطق النجف الأغبر. ومن دم الحسين النجس حتى بعد استشهاده إلى إمامنا السجاد حيث يكون ملطخا بغائطه ويدخلون عليه يحملون الطشوت كي ينظف الإمام من غائطه الذي قد تلطخ به. أكاذيب وافتراءات النجف الأغبر، إنه الوائلي
رجاء اعرضوا لنا أكاذيبه وافتراءاته على إمامنا السجاد. والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. وحق رأس الحسين بن علي، هذا الكلام لا وجود له لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. يكذب على الإمام الباقر وهو يقول، كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، لتنظيفه من غائطه، لأنه وصفه بأنه مبطون، من أنه مصاب بمرض الإسهال. هذا هو منطق النجف الأغبار. أنتم شاهدتم الفيديو من نيجيريا، ذرة تراب في أحذية هؤلاء الصبية والفتيات اللاتي كنا يقفن إلى جانبهم، ذرة تراب في أحذية هؤلاء أطهر من هؤلاء السفلة، من سفلة النجف وكربلاء. ومن إمامنا السجاد كما يصفه هذا الأخرق من أنهم كانوا ينظفونه من غائطه الذي تلطخ به، فمن الذي كان ينظف الإمام السجاد بعد ذلك حينما كبل بالسلاسل والأغلال، حين أخذوه أسيرا إلى أرض الشام؟ يا أيها الكذابون السفلة، يا أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، يا أيها الساقطون، نذهب إلى الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. وماذا يقول وائلي النجف، مفخرة النجف الأغبر وليس الأشرف، وهو يصف عقل إمام زماننا من أنه عقل عجوز مخرفة، يستهزئ بتفسير إمام زماننا لما جاء في الكتاب الكريم: كاف هاء ياء عين صاد، من أن كاف كربلاء، وهاء هلاك العترة، ومن أن ياء يزيد ظالم الحسين، ومن أن عين عطش الحسين، ومن أن صاد صبر الحسين. يستهزئ بتفسير صاحب الزمان هذا ويقول: هذا تفسير عجوز مخرفة، رجاء أعرضوا لنا الوثيقة. اتشقت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال. أنا لا أريد أن أعلق
على ما يتحدث به هذا الضال المضل، لكنني أعيد بث الوثيقة عليكم مرة أخرى. أنت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال. أذهب بكم إلى الوثيقة رقم 50 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، الوائلي نفسه ماذا يقول؟ لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي، أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. إذن ما هو المهدي؟ مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا إنه فكرة، مجرد فكرة. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة. أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما في توثيق وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا. لا أريد أن أعلق أيضا، ولكنني سأعيد بث الوثيقة بين أيديكم وقارنوا بين منطق أعداء الإمام وكيف يتحدثون عنه وبين منطق هؤلاء. هؤلاء أعداء من أعداء الإمام، ولذا فإن إمامنا الصادق هكذا وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم. رجاء أعيد بث الوثيقة. أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما في توثيق وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا. أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، هذا هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. لاحظوا الفارق الكبير بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق هؤلاء السفهاء، هؤلاء الأغبياء من أصحاب العمائم الإبليسية الشيطانية، من عمائم النجف وكربلاء، من عمائم الحوزة الطوسية الضالة. قارنوا بين هؤلاء
وبين المعطيات التي تقدمت. لاحظوا اهتمام الأعداء ولاحظوا كيف تحدثوا وكيف يتحدثون وكيف يتحدث هؤلاء الأغبياء. هذا هو الوائلي الناطق الرسمي باسم الشيعة، الجامعة الشيعية المتنقلة، المكتبة الشيعية المتنقلة، هكذا يصفه مراجع النجف وكربلاء. ألا لعنة على هذه الجامعة الشيعية المتنقلة؟ أية جامعة هذه؟ هذا ضلال بعينه وكفر بعينه. السيستاني يصر على تبني منهج الوائلي ويصر على تكريمه وتعظيمه. رجاء اعرضوا لنا ما يتحدث به الوائلي عن تكريم السيستاني له. وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه. وإلى عبد المهدي الكربلائي، إنه الناطق الرسمي السياسي والديني في كربلاء، عن السيستاني ماذا يقول عبد المهدي الكربلائي؟ إنه يريد أن يؤلف للوائلي ولمناقبه وكراماته أن يؤلف له كتاب بعنوان الخصائص الوائلية. أية خصائص يا عبد المهدي؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو. صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام، الأخوة عاملة المنبر الحسيني، أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية. أنا لن أعلق شيئا، وإنما أترك التعليق لمهدي الساعدي بصوته وكلمات ثامر السراج. يا شيخ يا إمام العصر، هذا واقع الشيعة، بغيابك ندري واقعنا يألمك، مصايب يضيف المصابك، وندري باكر من تجينا وياهم تصفي حسابك، باكر رجال الحوزة يتحدونك، مو قوة هي القوم ما يردونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره، يا شيعة ادعوا لي بفرج صيحوا يا باري.
علينا يا شيعة يا شيعة اضرب الفتن مهيم القادم هذا العصر هذا العصر لابن الحسن في أبوه يا الوادي بعد يا شيعة يا شيعة بارك الله اضرب الفتن مهيم القادم هذا العصر هذا العصر لابن الحسن في أبوه يا الوادي كافيت قد سهني بهبل تكفي واحد أحد واحد أحد به الأمل مرقد مهدينا اجعل يا شيعة يا شيعة